اعمل نظرة على التليفون لفوق باليمين او بالشمال، حتلاقي في شيء اسمه مستوى الشحن. طب لما يقل هذا مستوى الشحن شو بنعمل؟ تاخد التليفون وبتحطه بالشاحن مشان يزوده بالطاقة ويبقى في المدخرة لتقدر ترجع تستخدمه لاحقا. طيب سؤال، انت ايش هي مدخراتك وكم عندك شحن وشو هو مصدر الطاقة تبعك؟ خلينا نتفق في البداية انه مدخراتك هي كمية المال الموجودة معك، وطاقتك العملية هي نسبة الاموال اللي موجودة معك لاحتياجاتك. والمفاجأة انه يكونوا هول متوازين وهون بتكون مدخراتك صفر. كيف يعني؟ يعني لو اليوم عندك احتياجات مالية بقيمة 1000 درهم وانت فقط معك 1000 درهم، فهون اليوم مدخراتك صفر. فليصير عندي ادخار او اقدر اتعلم كيف ادخر، لازم يكون عندي شيء اسمه إدارة مالية. طيب شو هي الإدارة المالية؟ الإدارة المالية بكل بساطة هي عملية تخطيط وتنظيم ومراقبة حركة الأموال من الألياف للياء، من وين بتيجي لوين بتروح، من شان تحقق لي الأهداف اللي بدي إياها من هاي الأموال. وبما أنه هدفنا أنه يكون عنا ادخار وندخر هاي الأموال، لازم يكون عنا خطة مالية أداتها التوفير. والتوفير هو طريق للادخار، يعني أنك تحفظ جزء من الأموال اللي بتجيك وأنك تواجه التحديات والظروف بطريقة ما تحكمك تصرف كل المصاري اللي معك. طيب بيجي السؤال أنه كيف أقدر أكون شخص موفر لأوصل لمرحلة الادخار؟ أول خطوة أن انك تقطف جزء من الانكم او اللي هو الدخل قبل ما تبلش تصرف. وهي يا جماعة قرأتها بكتاب اسمه Rich Dad Poor Dad، الاب الغني الاب الفقير، اللي دايما بحكي عنه. قالك اذا انت عودت حالك تصرف وبعدين تدخر، بعمرك ما حتعرف تدخر. اما ادخر جزء وخلي الباقي اصرف منه، وهاي الاجزاء اللي بتدخرها او هاي الاجزاء اللي بتوفرها بتتراكم وبتعمل لك مبلغ كبير اللي بتقدر تبلش منه اشي او بتقدر تعمل فيه اشي. وهون لازم تسأل نفسك سؤال، ايش هو الهدف من المدخرات اللي انت عم تطمح لها؟ عن طريق مجموعة تساؤلات. اولا، كم هو دخلك الشهري الثابت لاعرف انا قديش بقدر اقتطف؟ مثل ما اتفقنا انه انا حوفر قبل ما ابلش اصرف، فاول شيء بعرف قديش معاشي الشهري وبحط نسبة او جزء معين، هذا المبلغ انا كل شهر لازم اشيله واصمده. اثنين، لازم اعرف اولوياتي وحاجاتي، يعني انا شو في عندي فواتير، هل عندي فاتورة كهرباء، ايجار بيت، سيارة، اكل، شرب، عيلة، اولاد الى اخره، من شان من الجزء اللي بقي من المعاش اقدر انظم اموري حسب الاولويات. والثلاثة والاهم، لازم احدد اهداف مالية تكون قصيرة المدى، متوسطة المدى، وطويلة المدى. يعني أنا شلت جزء معين، طب بعد فترة هذا جزء قديش لازم يصير؟ طب بعد فترة أطول شو لازم أعمل فيه؟ طب بعد فترة أطول أنا وين وصلت ماديا؟ شو معي أو شو علي أو شو مصادر الدخل تعيتي أو من وين لازم أوفر أكثر؟ فهاي نقطة كتير مهمة. وهيك بكل بساطة مع الوقت حتلاقوا، وهي عن تجربة، إنه قيمة التوفير عم بتزيد وأهداف الادخار عم تكبر. يعني أنا كان بدي أدخر جزء معين لأعمل شيء، لاقي صار هدفي ادخر اكتر جزء اكبر لاعمل شيء اكبر. وممكن بعض الاشخاص تقول انه انا معاشي ما بسمح لي اوفر او ما بسمح لي ادخر لانه معاشي صغير او انا ما عندي العقلية ما بعرف كيف اتصرف. فهلأ راح اقدم لكم شوية وسائل فعليا ممكن تغير تفكيرنا وبتساعدنا انه نروح لمكان نبلش نقدر نوفر ونقدر نلاقي انه توفيرنا عم بزيد وادخارنا عم بزيد. اولا، الادخار بالطريقة التقليدية واللي كلنا بنعرفه من احنا وصغار، منجيب أجي أو منسميها حصالة ومنحط فيها مصاري وبس تنتلي منفتحها ومنلاقي حالنا جمعنا مبلغ. هلأ أنا لما أحس حالي صغير أو ما أجبر حالي أعمل هذا الإشي أو أجبر حالي أعمل بطريقة غير مباشرة، كل بساطة اليوم أنت نزلت على الدكان اشتريت شيء لقيت نقل جيبهم حطهم بالحصالة، اليوم دفعت 100 رجع لك 5 أو 10 خدهم حطهم بالحصالة وانسى إنه هول المصاري موجودين. فهون أنت حتلاقي حالك بعد فترة إنه عندك مبلغ، على الرغم إنه ممكن يكون صغير وسط أو كبير حسب شو بتحط على جنب، ولكن حيكون انت مش مفكر فيه وما تعبان بتجميعه. اثنين، نستخدم التطبيقات الذكية اللي بالهواتف اللي بتساعدنا ننظم مصاريفنا. كيف يعني؟ اليوم اي بنك عم بيأمن لنا تطبيق يخلينا نعرف مشترياتنا ومصاريفنا وين عم بتروح، هل هي شوبينج، هل هي بنزين، هل هي مدارس، هل هي دفعات ثابتة الى اخره مثل فواتير. فانا اليوم لما استعمل هاي التطبيقات واعرف اولوياتي واعرف وين مصاريفي عم بتروح، صرت عارف كيف اصمد. فهاي نقطة كتير مهمة.
مهمة. والطريقة الثالثة وكتير مهمة بتجبرني انه اوفر بدون ما احس كمان، عن طريق العوامل الخارجية. كيف يعني؟ يعني ممكن افتح حساب في البنك توفير بياخد من معاشي دايركت اول ما ينزل بدون ما احس. ممكن افتح مع محافظ استثمارية ويصير كمان ياخد من معاشي مبلغ وهو بنفس الوقت عم بيستثمر لي اياهم. ونقطة ثالثة وكتير مهمة كمان انا بعملها، انا لقيت معي نزل المعاش من اول ما ينزل بشيل جزء، مثلا بشتري سبيك الذهب او بشتري كم لير الذهب او او او. بتعرفوا شو اهمية الذهب؟ يمكن في ناس كتير بتجهل اهميته، بس خليني اخبركم. اولا بحافظ على قيمة المصاري، وبعد فترة بلاقي بدل الليرة صار عندي 5، بدل السبيكي صار عندي 2، صار عندي 3، وصدقوني بنستخدمهم. والاهم من هيك انه الذهب بتقدر تستخدمه باي وقت. يعني لو لا سمح الله كان عندكم مصاري في البنك والبنك عمل مشكلة او صار ازمة في البلد، راحوا المصريات او ما حتقدروا تستخدموهم حاليا. اما الذهب العالم كلها بتخزن في الذهب مصاري او بتوفر من شان لو قررت يوما ما بدها تعمل كاش، بدها ترجع المصاري، هذا الذهب بتقدر تسافر فيه، بتقدر تاخده، بتقدر تصرفه باي مكان وباي زمان. فهذا الاشي انا بعمله، وعندي محفظة توفيرية خليني اقول بتوفر لبنتي ميلا كمان بنشال من المعاش بدون ما احس. واحيانا بلاقي مبلغ اجا كوميشن معين اجا الى اخره، بشيل منه مبلغ هون ببعته لهاي المحفظة. هلا خلينا نيجي لنقطة كتير مهمة للشخص اللي بيقول طب انا فعليا احتياجاتي قد الدخل تبعي ما بقدر اوفر. فانا خليني اعطيكم نقطة كتير مهمة، انه نحنا منبدل او معظم الناس ببدلوا وقتهم في المال، فبيبطل عندهم وقت يعملوا اموال. فانا شو بقول اليوم؟ اذا عندك شغل ودخلك هذا من الشغل قد احتياجاتك بالضبط، لازم تأمن وقت على الاقل، وقت زيادة من وقتك بالراحة او بعد الدوام او الى اخره، لانه تعمل شغلة جانبية او تتعلم مهارة تجيب لك دخل اضافي لتقدر توفره. بس هل التوفير مهم بالحياة؟ اكيد مهم، لانه صدقوني يا جماعة لو ما وفرنا بعمرنا ما حننتقل من مكان لمكان، لانه حنضلنا بعقلية هذا الموظف او الشخص اللي ناطر المعاش يجي يدفع اللي عليه، اكل شرب نام ويعطيكم الف عافية. فخلينا نختم يا جماعة بامثلة واقعية فعليا خليها تفيدنا. يعني اليوم اللي معاشه 10000 درهم 3000 او 4000 دولار خلينا نقول، هذا كل شهرين بيقدر يشتري سبيك الذهب ويحطها على جنب، وهذا انا بعمله وفعليا بلاقيهم. خلينا اعطيكم مثال تاني، هذا من قبل من فترة، هاجي لهذا الموضوع في حلقة من الحلقات، بس خلينا احكي لمحة عنه. انه انا في استثمار قمت فيه عقاري، نزل مشروع مرتب، خطة الدفع كانت جدا سهلة، يعني العقار كان ما يقارب 700000 درهم، وكانت الدفعة الاولى فقط 5% مع 2% تسجيل، يعني 7%. ف7% من 700000 عم نحكي ب 49000 درهم 50000 درهم. فانا اليوم دفعتهم من الكريدت كارد، وبتذكر اهلي قالوا لي محمد متأكد حتدفع من الكريدت كارد؟ قلت لهم انا بعمل هاي المصاري، انا هاي فرصة كتير حلوة، لو انا قدرت ادخر لقدام واشتغل اكتر واطلع فلوس اكتر، انا حكمل العقار وحكسبه. ولو انا ما قدرت انا مستعد اخسر ال50000، برجع بعمل غيرهم، بس حتكون هاي خسارة قليلة مقارنة لو انا ما جربت وروحت الفرصة علي. فاليوم كمان في جزء كتير مهم من الاستثمار الناجح، ومن انه اي شخص ينجح في مهنته او في عمله، انه ياخد مخاطر مدروسة. يعني انا 80-90% كنت على يقين انه حعمل هاي المصاري، بس اخذت الريسك انه دفعت من الكريدت كارد اللي هو يعتبر دين، والحمد لله قدرت اكمل وكملت بالعقار، وبالاخر رجعت بعته. حنحكي عن هذا الاستثمار في الحلقة الاخيرة باذن رب العالمين. فلهيك صدقوني ادخار وتوفير هذا امر كتير مهم، لانه حتوصلوا لمكان لما صرتوا بعقلية انكم بدكم تستثمروا او تعملوا اشي او تغيروا حياتكم، حتوصلوا لمكان تجيكم فرص. ولكن هاي الفرص محتاجة احيانا جزء من المال او جزء من المخاطر، او يمكن اترك عمل، يمكن مش محتاجة مال، بس يمكن اترك شغلي لابلش شغل جديد ينقل لي حياتي، فانا محتاج اعيش، فمحتاج يكون عندي شوية توفير او ادخار ليخليني اخذ هذا القرار. فكروا فيها، الله يسعدكم، ورمضان كريم علينا وعليكم، وليلتكم سعيدة.